جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى، قمر مانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا خلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شاغل بالي، اه يابا شاغل بالي، اه يابا شاغل بالي، ارميني سحر عنك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين، على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني، انا بسأل ليه بحتار كده ليه، بكرة الايام هتوريني، خلينا كده على طول ماشيين، قمر مانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شاغل بالي، اه يابا شاغل بالي، اه يابا شاغل بالي. أحب أقول لكم إن إحنا لازم نحس الكلمة اللي بنقولها، ولازم نحاول عشان نوصل وما نيأس، ويا رب الجيل اللي هيجي بعدي وبعده يحبوا أغنية ويغنوها. ده عبد الحليم في 3 جمل، أعتقد فعلا أول جملة اتحققت، وإن إحنا يمكن في ناس كتير بتغني بعرب وبتزود عرب كتير وبتزود حليات كتير على الغنى، بس هو كان من أقل حاجة كان بيوصل الأغنية بإحساسه. أنا يمكن حسيت حاجة هو حسها، إن هو جرب كتير وحاول كتير وقدم في الإذاعة واترفض، وقدم في أماكن كتير واترفض. ده يمكن أنا كنت على مدار السنين كنت بقدم في كذا حاجة ما بيحصلش نصيب، حسيت إن الموضوع شوية حصل لي. وأخيرا أنا غنيت لكم جانا الهوى، دي من تراثه بقاله 50 سنة. أنا كشاب زي ممكن أحب أتجرح، وفي الآخر بسمع عبد الحليم، يعني معنى كده إن أغانيه زي ما أكون لسه معمولة من سنة أو سنتين مش من 50 سنة. فأعتقد إن هو كده وصل الرسالة اللي هو كان عايزها، وهو ده الورث اللي هو سابه لنا لحد دلوقتي، وكان يستاهل إن هو يلقب بعندليب الغناء. وبشكركم، لو ما كنتش طولت عليكم، ميرسي. محمد عباس اليوم غنى حلو، وال الشيء الاحلى شيء حبيته عن عباس هالاخر فتره هو انه نطيته العاليين عم بيرنوا احسن، مع انه بعد فيهم شويه نزعل، بس الرنه اكيد اريح، ومبين انه الصوت مغلف اكثر، ولكن قفلاته مقطشين ومنهم دائما ثابتين، وهيدا الشيء بيرجع كمان لقصه النفس، لانه هو النفس اللي بيحمل الصوت ليقدر واحد يثبت الافلات والفينال ويضاين الصوت ستابل للاخر، سو هيدا بده ينتبه له بعد. وكمان شغلي على الواطي، وقت اللي بلش في صوت هوا زايد بالصوت على الواطي، يعني عم ينتبه على التكنيك على النوتات العاليين، ولكن بصوت الصدر بعده شوي الصوت ضعيف ومنه بيور، بعده منه نقي 100%. الهوا الزايد على الصوت اذا مش هو عم بحطه للاداء ما لازم يكون موجود، ولازم ينشغل على البوزيشن تبع صوته اكثر بصوت الصدر حتى يرتاح الصوت على كل المدى تبعوله. وفي محلات حسيته شوي كانه عم يحكي، تفضل يعطيني نيوانس اكثر، ولكن اوفرول محمد كثير محسن، وان شاء الله بضلوا على هالطريق لقدام. في شغله بحب اقولها للمشاهدين، مثلا مثل محمد عباس فات عادي، تقدم كثير، لانه العارف حاله كان عادي كثير، صار ينتبه على كل ملاحظه منقولها بالصف، ياخدها بعين الاعتبار، وهيك تقدم، واليوم فارق علينا كتير كتير. أكيد بعد في شغل بالنوتات العالية وبالنوتات القرار قرار أخده. هلأ نسبة لهيدي، هيدي المشكلة لأنه صوتها كبير كتير، بتمرق الغلطة قدامها ما بتقشع،
هو لأنه بلش ضعيف صار كل شغلة من أولى بالصف ينتبه لها، مشان هيك الصوات الكبيرة بتعذب أكثر من الصوات العاديات. طيب أنا بشوف إنه حلو اللي عمله محمد، حلو هالأوماج لعبد الحليم، هو بيشبهه أصلاً، فيها هالإحساس، فيها هيك اللذيذ يعني، بحس بالكلمة، ناعم، حساس، وعطول بذكرني فيه، حتى لو مش عم بغني له بذكرني فيه، وقلده حلو يعني، قلده مظبوط كتير، بإيديه بوجهه برقبته بكذا، حتى هو عم بغني كان عم بقلده. حسيت أنا إنه طالما بدي أرجع للشريرة، حسيت إنه كان نفسه واطي، كان نفسه صغير كتير هيك هيك يعني، عم بخلص مثل ما قلت ليسلي، عم بخلص الجمل على القصير على القصير وبس يعني. ياريت هيك كان، ياريت غنى بعد أكتر بإنسيابية عبد الحليم، ما رح نحلم إنه حدا يجي يغني بعد مثل عبد الحليم، بس بهالإنسيابية كان بيرفكت اللي عمله، لأنه شكلاً وتمثيلاً واللي قالوا الكلام، ثلاث جمل اللي فسر فيهم عبد الحليم حلوين كتير ومختصرين يعني. أنا بالنسبة لإلي أحسن حدا اليوم هيك مرق متماسك يعني. أنا كمان كتير حبيت محمد عباس، ولقيته فايت بالتقليد يعني، فايت وضل ماسك هالشخصية، مسكها مظبوط بالأتيتود بالجستيال، يعني صابون كلهم، وحتى بالتمشيطة بالفولار بكل شيء، كل شيء هيك تفاصيل. وبعدين حبيت الحكي اللي قاله، مش بس يلي بيلخص عبد الحليم، يلي هو كيف قرب يعني، قرب تجربته لا تجربة عبد الحليم، كيف كذا مرة مثل عبد الحليم يلي انرفض بكذا إذاعة وبكذا، وهو كيف كان عنده تجارب سيئة، فمشان هيك بحس حاله انه بيشبه نوعا ما وبينتمي، او انه بيتمنى يشبه هالشخص. فحسيت انه الديسكور تبعه، الكلام تبعه يلي قاله متماسك جدا، كتير متماسك. فحبيت محمد عباس. ومحمد تيو شغلي بلاحظها بالصف على فكرة، مش أول واحد بيركض على الإكزرسيس. محمد نعطيه مثلا تمرين، بيطلعوا كل التلاميذ، بيبقى هو عم بيراقب عم بيراقب عم بيراقب عم بيراقب، شوي بيطلع بيعمل هو تمرين زيرو فوت يعني، مش من يلي لا، من يلي البوليتيك تبعيتهم ويت أنس يعني، بينطر بيشوف بيحلل ورواقه هيدا ودقة ملاحظته، شوفوا لوين يعني، لوين عم بتخليه يتقدم، أدمنه دقيقة ملاحظة ورايق وبيسمع. هيدي شغلة كمان بتني عليها ماري، لأنه أنا ملاحظتها عندي بصفوف، وعن جد هالشاب نموذج تلميذ الفات هيك، بتحسي بين هال 16 ضايع، وإذ شوي شوي بلش يشق طريقه. أنا حبيت كيف هالقد كان عايش الشخصية بشكله، كيف كان دارس الحركات اللي بيعملها عبد الحليم، يعني دارس تفاصيل حلوة. كمان اللي حسيته مميز، كنت متوقعة أنه يضل يحكي مثله ويحكي اللي بده يقوله ويفل بلا ما يرجع يفسر، أنه لأن كان عم بيقول المساج أنه يبقى هو الأغاني للجيل اللي بعد، وتبقى أغانيها هالقد خالدة. بالنسبة للمغنى، حاول عباس انه يشبه شوي بهالهدوء بالأداء وبهالبساطة، ولكن ما قدر، لأن هو كتير بحب يضيف من عنده يعني. بنشوف العرب اللي هي عرب عباس، والأمور الخاصة فيه بتشبهه برا لحاله. حتى بالسكة اللحنية هيك في مطارح رسمات انه ننطر نحن نسمعهم، هو عملهم بأسلوبه الخاص، مش غلط انه حط شخصيته بالغنية، ولكن انا بحب انه بفضل يبقى في امانة للحن الاساسي، لانه في امور ما فينا نطلع عنها، لازم نضل امينين للحن الاساسي، مع انه نضيف شخصيتنا، ولكن مثل ما قلتوا بكرر بامانة. بحب كيف بيأدى عباس، ولكن عليه يشتغل أكتر أنه يضبط حاله تيقدر يحافظ على جو الأغنية المناسب لإلها، من دون ما نضيف لإلها زي كتير قصص تروح لها من قيمتها.